واهلا اهلا بكبسة الهبة راح نسويها بقدر هوم إلك من قصر الاواني. يلا انا وياكم نبدأ مع بعض. راح نبدأ اول شيء بحمس البصل. فتحت القدر فقط للتسخين، راح اضيف الزيت وعلى طول بعدها على طول مكعبات البصل. مع البصل راح تطلع الريحة مرة واحدة البهارات العدلة وراح اكتبها لك. طبعا راح نستمر بالتحريك والتقليب لحد ما ينحمس عندنا البصل وتطلع ريحة البهارات. طبعا القدرة انا مشغلتها بس على وضع التسخين، ما راح اعاير الوقت لحد ما احط الدجاج ويكشم معي. الان بعد ما انحمس البصل راح اضيف معجون طماطم، وراح اضيف هنا عندي الفليفلة المشوية الحمراء، راح تعطي نكهة جدا لذيذة للكبسة. دائما اقول لكم نخلي صلصة لحد ما يطلع الزيت حقها، كذا نضمن اننا ناخذ نكهة جدا لذيذة. راح اضيف عصير الطماطم، وراح اضيف هنا عندي بهارات مشكله وكركم والملح الخشن، واستمر بعد بالتقليب. بعد ما تسبك عندي الطماطم نجيها الحين دور الدجاجه، فتحتها كذا بس مثل الدفتر ونظفتها، راح اقلبها هالحين وارجع لكم. وقبل ما نقفل القدر راح نصب المويه على الدجاج، طبعا ارفع منها بس بشويتين وراح نقفل القدر. راح اغطي القدر الان من غير تقفيل، بس مجرد ان الدجاج يتسبك ابو 5 دقائق ونرجع. تقريبا بعد 5 دقائق راح نشيل الغطاء، طبعا ما قفلته، وراح نضيف عندي هنا مكعبات بطاطس، طبعا اختياري لكن شيء محبب، وراح اضيف عندي هنا ملعقتين كبار صويا صوص، وراح اقلبها كلها مع بعض. بعد ما كبيت الرز حطيت الشبك اللي يجي مع القدر، وبعدها على طول راح احط الدجاجه. شوفوا تبارك الرحمن وشلون ذايبه، وراح اركب الراس اللي يشوي. الراس هذا والقدر هذا بنات اغناني اني اشيل الدجاج واوديها للفرن، خلاص اشيل الغطاء الاول واركب الغطاء الثاني هذا، ما راح اقفله طبعا لانه يعكس الوجه، بقفله واعاير الوقت على الشوي. على بال ما يخلص الرز حقنا تعالوا نبي نسوي انا وياكم الدقوس الحار. دائما اسويه معكم عباره عن طماط وكزبره، مش بقدونس بنات، كزبره نتفه ثوم ملح وخل وليمون وبس. وعلى محضره الطعام ما يصلح الخلاط، لا محضره افضل بكثير. شلت الحباحر وبشيل الليمون الاسود، شوفوا دققوا يكون فيها كذا شويه رطوبه. هذه رز الهبه وكبسه الهبه تصلح للبران يا بنات. تحبون انتم الفخذ ولا الصدر؟ من ألذ 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 أنواع الكبسات يا بنات، وتزداد لذاذة لما تحطين عليها الدقوس أو نتفة ثوم، ويكون رز أمريكي لأن مستخدمته رز أمريكي يا بنات. جنن جنن جنن. طبعا قدر الضغط هو اللي كتم أنفاسها ورجع كل الطعم. جربوا الطبخ بقدور الضغط وبتعرفون الفرق، ما راح تعرفون الفرق إلا لما تجربون.